اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، ونلتقيكم في حلقه جديده من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. العراقيون تفاعلوا كثيرا مع تفجير مرفأ بيروت قبل ايام، وكان تفاعلهم ربما اكثر من يعني كل شعوب الارض مع هذا الحادث الاليم والمروع لاسباب عديده، لعل من اهمها انهم يعني يرون ان الواقع السياسي العراقي شبيه بالواقع اللبناني، وإنما كان يعرف بلبنانة العراق وعرقنة لبنان هي عناوين تعبر عن واقع رث، واقع مخزي ومتعب ومهلك للشعبين العراقي واللبناني، واقع يحكم البلدين رغم اختلاف يعني الإمكانيات المادية ربما والبشرية بين العراق ولبنان، لكن الواقع الحاكم يكاد يكون متشابه، فمثلما يعني لبنان محكوم بميليشيات حزب الله وتغولها وتسلطها على الحكم، فإن العراق محكوم أيضا من قبل ميليشيات عديدة من ضمنها أيضا مكاتب أو فروع لحزب الله هذا اللبناني موجودة أيضا في العراق وأيضا تحكم العراق، ومحكوم البلد محكومة بإرادة الولي الفقيه الإيراني، فبالتالي الإطار الحاكم للعراق ولبنان هو إطار واحد، والحاكم الفعلي للعراق ولبنان هي إيران، فبالتالي الوضع السياسي في العراق ولبنان يكاد يكون متشابها حد التفاصيل مرات المدهشة، يعني تكاد يعني البعض يقول أنها مصنوعة بطريقة حرفية جدا. انفجار مرفأ بيروت أعزائي المشاهدين وخلفه من دمار في بلد يعاني من أسباب الكوارث الكثير، يعني يعاني من كارثة سياسية، كوارث سياسية وكوارث اقتصادية وبيئية وصحية واجتماعية كثيرة الحقيقة مثل ما يعاني العراق، فجاء هذا الانفجار الحقيقة ليضيف واقعا رهيبا للمأساة التي يعيشها لبنان، ويعني يعمق تلك الكوارث أكثر، وبغض النظر عن الهبة التي حصلت بعد هذا يعني بعد هذا التفجير من قبل الدول الإقليمية والدولية لمساعدة لبنان، بالتالي في النهاية سيكون على أهل لبنان أن يواجهوا الكارثة لوحدهم، مهما كانت هذه المساعدات إلا أنها لن تستطيع أن تلغي هذه الكارثة، لن تستطيع أن تلغي إلا جزءا بسيطا ربما من هذه الكارثة، ولن تستطيع أن تطبب نفوس اللبنانيين هذا الشعب الجميل الذي التي تعرضت إلى هذا الشرخ الكبير، إلى هذا النزف الكبير بعد هذا الانفجار الرهيب في مخازن مرفأ بيروت. بالتالي فإن يعني تعويضات هذه ستذهب وسيبقى الشعب اللبناني لوحده في مواجهة هذه الكارثة، هذا واقع الحال الحقيقة وعلينا أن نعترف به. وإذا ما عدنا إلى الوضع العراقي الشبيه بالوضع اللبناني والذي تفاعل مع انفجار مرفأ بيروت، نقول أن العراقيين مع الانفجار عادت وتفجرت في نفوسهم وعقولهم مخاوف الكثيرة من مخازن السلاح، مخازن سلاح الميليشيات المنتشرة في كافة أنحاء العراق وخاصة في المدن العراقية خاصة في بغداد، بين الأحياء السكنية موجودة هذه المخازن، وعادت صور الكوارث التي حصلت طوال سنوات عديدة بسبب انفجارات عديدة لهذه المخازن. درجات الحرارة مثل ما تعرفون في العراق درجات عالية في الصيف قد تصل إلى يعني أكثر من 55 درجة مئوية، وهذه كلها تؤثر طرق الخزن البدائية، أسلحة مكدسة في أماكن معينة، القائمين على الخزن غير متخصصين غير عارفين ماذا يفعلون، مواد متفجرة كبيرة، هذه الأسلحة والبارود هذه مشكلة كبيرة وكارثة كبيرة، وقد حصلت هذه الكارثة في عام 2018 كنا نتذكر في مدينة الصدر كيف انفجر مخزن من مخازن الميليشيات وأدى إلى مقتل وجرح المئات من العراقيين وخسائر بشرية كبيرة، قتلى وجرحى. في عام 2016 كنا نتذكر حين انفجر مخزن السلاح التابع لميليشيا الحشد الشعبي في منطقة العبيدي شرق بغداد، خلف خسائر مادية وبشرية هائلة جدا، يعني أهل بغداد وكل العراقيين يتذكرون هذه الخسائر وعانوا منها، كانت الصواريخ تتطاير، المقذوفات تتطاير من هذه المخازن لتسقط على بعد كيلومترات
على بيوت وعلى رؤوس أطفال ونساء وأبرياء وشيوخ وعوائل كاملة ليس لها ذنب فيما يحصل، وأحدث الدمار وخسائر مادية وبشرية هائلة. وبعدها طبعا في أبو تشير أيضا انفجرت هذه المخازن وأدت إلى تطاير هذه المقذوفات على البيوت، وأدت إلى رعب، وأدت إلى خسائر بشرية كبيرة جدا. وكأن أهل العراق يعني هذا ديدنهم، عليهم أن يقدموا الخسائر لأجل عيون هذه الميليشيات، لأجل هذه المخازن التي سلاحهم هذا المنفلت، وهو السلاح الذي يقتلون به الشعب. طبعا منذ عام 2003 لحد الآن، وهذه المخازن تتغول وتنتشر على مساحة العراق وتحجز مساحتها داخل المدن العراقية، لم يخرج علينا مسؤول عراقي واحد بتقرير واحد يدين بهذه الجهة وهذه الميليشيا وهذه العصابة. يقدمون البعض إلى المحاكم، يحاسبونهم على ما جرى. كل هذه الأرواح ذهبت هباء الحقيقة، ولا أحد يسأل عنها، والقضايا سجلت ضد مجهول، وبالتالي المخازن باقية مثل ما هي وتوسعت، والآن مملوءة المناطق السكنية في بغداد بهذه الأسلحة مثل السرطان حقيقة. هذه المخازن، مخازن الأسلحة مثل السرطان في الجسد، مثل المريض لا سامح الله بالسرطان، هذا ما يفعله السرطان في خلاياه. تفعل هذه المخازن يعني أماكن للقتل، لا تعرف متى تبدأ عمليات القتل وتبدأ عمليات التدمير فيها. الميليشيات مع تعرض كثير من مقاراتها للضربات الجوية، ازدادت وتيرة إنشاء المخازن سلاح داخل الأحياء السكنية لكي يحولوا الشعب إلى دروع بشرية دفاعا عن هذه المخازن وعن أسلحتهم. هذه واحدة من القضايا المهمة التي أهل العراق الآن يستشعرون الخوف بها، وهم يعانون الآن من الكورونا والحر وضياع الخدمات والوضع الاقتصادي المتهري، الوضع السياسي، الوضع الأمني المنفلت، الاغتيالات، العصابات، الخطف. مع هذا جاءتهم هذه المخاوف الكبيرة، وشاهدوا ما حصل في بيروت، وبدأوا يعني بدأت مخاوفهم تكبر، لأنه في أي لحظة ممكن أن تشهد أحد المدن العراقية مثل هذه المأساة، وأكبر في أي لحظة، لأن المخازن كبيرة ومملوءة بالاعتداء والأسلحة الإيرانية. هذا الواقع الحال. المضحك المبكي في هذا الموضوع أنه الميليشيات تعترف بهذه المخازن. قيصر خزعلي ظهر ليقول نعم يعني المخازن هذه لن نخرجها من المدن إلا إذا أخرج الأمريكان سلاحهم. كأنه بهذا التضليل وهذا الكلام المعيب من هذا يعني الصغير هذا، يريد أن يوحي أنه هذا سلاحهم بالمدن هو لمواجهة الأمريكان. هذا السلاح موجود لمواجهة الشعب إذا ما أراد أن يثور، لمواجهة العصابات فيما بينهم، عصابات والميليشيات عندما يتخاصمون فيما بينهم. هذه الواقع الحال، السيطرة على الشارع العراقي، وليس لهم علاقة لا بمحتل أجنبي ولا أي قضية من هذه، لأنهم كانوا يهللون المحتل الأجنبي ويسمونه تحريرا، وكانوا يعملون معه طوال سنوات كثيرة. هذه كذبة كبيرة، هذا الشيطان الأكبر رفيقهم وصديقهم طوال الوقت، وهو من جاء بهم إلى الحكم. هذا واحد من الصور المهلكة. لذلك شعب العراق تفاعل بشكل كبير جدا جدا، بغض النظر عن عواطفه مع انتماءات العروبية، وأهل لبنان عرب ومثلهم وحالهم من حاله، لكنهم تفاعلوا لأن الوضع متشابه، نفس الميليشيات الحاكمة ونفس الحاكم الفعلي اللي هو إيران يحكم العراق ويحكم إيران ويريد خراب الدنيا كلها. هذا ما يسمح به وقت هذه الحلقة. التقيكم في حلقة قادمة إن شاء الله. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم.